وبشأن بيان مجلس السيادة في السودان ترك الحكم للمدنيين وتداعياته، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من الخرطوم الصحفي والمحلل السياسي السيد محمد شناوي. مرحبا بك معنا. أهلا ومرحبا بك ومرحبا بمشاهدي قناة الرافدين، حياكم الله. نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حميدتي قال إنه ورئيس البرهان قررا ترك أمر الحكم للمدنيين، كيف يمكن فهم هذا التحول المفاجئ لرئيس مجلس السيادة ونائبه؟ أنا في تقديري هذه التصريحات الأخيرة التي جاءت متوافقة مع موقف البرهان هي نتاج للحراك الذي يدور الآن في الشارع السوداني، خاصة وأنه يرفض المكون العسكري، وبالتالي هذه التصريحات هي جاءت استجابة لهذه الظروف. لكن أرى أن هناك يعني مشاكل كثيرة تواجه المكونات المدنية، خاصة وأنه هناك انقسام لمعسكرين من المكونات المدنية، قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وقوى الحرية والتغيير التوافق الوطني، والآن قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني هي في تقديري هي تمثل موقفها، يمثل الموقف المكون العسكري في نفس الوقت، لأنها هي انحازت لانقلاب 25 من أكتوبر الذي يعني بعض المراقبين يصفونه بأنه انقلاب، والبعض الآخر يرونه أنه قرارات تصحيحية، وبالتالي أرى أن هذه التصريحات هي فيها نوع من الذكاء ووضع الكرة في ملعب المدنيين الذين هم منشقون، خاصة أصبح أن الفجوة بين المكون المدني قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وقوى الحرية والتغيير التوافق الوطني أصبحت بعيدة بينهما، باعتبار أن قوى التوافق الوطني هي وقد تلجأ هذه الأطراف، معنى ذلك أن هذه الأطراف قد تلجأ مرة جديدة للاستعانة بالعسكر لمحاولة فض الاشتباك فيما بينها، يعني هل تتوقع فعلا أن تنجح تلك الأطراف المختلفة أساسا في ترتيب الأوراق وفي المضي باتجاه تشكيل حكومة وخدمة المواطن السوداني؟ لا أعتقد أن الأطراف المدنية أن تتوافق على صيغة معينة، خاصة وأن المكونين هما يعني أصبحت الفجوة كبيرة بينهما، خاصة في الفترة الأخيرة هناك مهاترات بين القيادات المدنية، وبالتالي لا أعتقد أنه ستكون هناك يعني توافق بينهما. وكما قلت لك أن قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني هي موقفها يمثل موقف المكون العسكري الذي أعلن يعني النأي عن العمل السياسي، وأعتبر أن هذا الأمر فيه ذكاء أيضا من المكون العسكري، لكن الأمر أصبح واضحا لكل مراقب للمشهد السياسي السوداني في يعني نعم يعني واضح، خاصة يعني هناك يعني بين المكونين أو هو الحرية التغيير التوافق الوطني الميز المركزي أن هناك خلافات كبيرة بينهما وأن هناك تبادل اتهامات، وبالتالي هناك انعدام للثقة بين المكونين، ولذلك لا أرى أن يكون هناك توافق في القريب العاجل. طيب، وخاصة أن مجلس السيادة السوداني في بيانه قال إنه لن ينقل السلطة للمدنيين إلا بعد توافق جميع المكونات، ألا ترى أن في ذلك كما تفضلت سابقا ذكاء ومراوغة جديدة تجعل مقاليد الأمر بيده وتجعل منه وصيا على الفترة الانتقالية؟ بالتأكيد، يعني هذه التصريحات كما قلت لك إن هي فيها نوع من الذكاء، وهو يعلم أن المكونات المدنية لم تتوافق على صيغة معينة،
وفي نفس الوقت القوى الخليجية التغيير التوافق الوطني هي موقفها هو موقف المكون العسكري، وبالتالي الموقفين قوى الحريه والتغيير اللجنه المركزيه وقوى الحريه التغيير التوافق الوطني لا يتفقان، باعتبار ان موقف قوى الحريه التغيير التوافق الوطني هو يمثل الموقف المكون العسكري، وبالتالي قوى الحريه التغيير اللجنه المركزيه اتخذت قرار التصعيد وذلك لممارسه الضغط على المكون العسكري، وارى هذه في تقديري ان ثمرات هذه الضغوطات التي تمارسها اللجنه المركزيه لقوى الحريه التغيير واتخذت خيار الشارع هو قرار البرهان وقرار نائبه محمد حمدان دبلو الابتعاد عن العمل السياسي. نعم، شكرا لك سيد محمد شناوي الصحفي والمحلل السياسي من الخرطوم.